حبايب قلبي، انا طالعه اتكلم في حاجه. انا عمري ما اتكلمت في ان انا اتحجبت او هتحجب. انا ما بحبش حد يطلع يقول لي انت جيتي من العمره ومش كان ربنا هديكي وعمره مش تتقبل. انا ما قلتش انا اتحجبت، يعني دي حاجه ده ملوش دعوه. في ناس لابسه الحجاب وما بتعملش بيه، كلنا عارفين بكده. فانا مش هلبس الحجاب على هدوم ضيقه او ابين نص شعري زي ما انا عامله كده او الكلام ده. يلبس الحجاب صح يا ملبسوش. انا عملت عمره لان انا فعلا في نيتي ان انا اعمل عمره، والهدايه من عند ربنا وربنا يتقبل مني. ولا رحت ده على حد، ولا رحت بنيت ان انا اروح اكون لابس الحجاب وانزل اقلعه، ولا الكلام ده كله، ولا طلعت اتكلمت ولا قلت الكلام ده. انا مش محجبه اصلا، عملت عمرتي ونزلت. والعمرة اللي انا عملتها هو يوم واحد، عملت عمرتي وطفت ورحت الصفا والمروة وكل حاجة وخلصت ونزلت على مصر قلعت الحجاب، لان انا مش محجبة. ربنا يهديني ويهدي الناس كلها، بس يعني مفيش حاجة حصلت. مال العمرة بالحجاب؟